السلام عليكم، المجد والخلود لشهدائنا الأبرار، ومرحبا بالناس اللي يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس اللي معنا نقول لكم مرحبا بكم في قناة شوبير دي زاد، قناة اللي غادي نتكلموا على الفريق الوطني، بالطبع فريق وطني، فريق وطني جزائري، فريق جيش وطني شعبي جزائري. فانيك نجمو نديروه كيما هكا، خاطش محاربين وبرهنوا، مكاش بيناتهم بزاف، بين الجيش الوطني الشعبي وبين اللعابه اللي راهم يلعبوا في الفريق الوطني، نقولوا فريق وطني جيش شعبي. وين شلنا كيفاش جمال بالماضي، عنده نقولوا بالك نتكلموا على التوقعات تاعنا، وين ثوره في تشكيله الخط الاساسيه ضد نيجيريا بعد المباراه الماراثونيه للاعبين الخط ضد الكوتيفوار، وين نقولوا خطه جديده، نقولوا احنا نتكلموا نعطوا الاراء تاعنا فقط. ولم تتضح معالم التشكيله الاساسيه للمنتخب الوطني الجزائري ضد نيجيريا، ورغم ان عطال هو اللاعب الوحيد الذي تاكدت اصابته، بينما الجميع شارك في التدريبات اليوم مع اللي ما تدربش اليوم. شكون وين كاين في غولي ما تدربش حسب اتصلت بنور الدين تاع باريغو تاعنا اللي راه فماك، هو اللي قال لي كنا في الستاد، قال لي في غولي ما تدربش، لا سابو هو انا ما شفت التدريبات، والله ما شفت، انا نحوس على 90 دقيقه، نحوس عليهم دخلوا من اللوتير خرجوا من اللوتير، ما نحوس، انا نحوس على 90 دقيقه، نحوس على الخدمه تاعهم في 90 دقيقه. هذه هي انا في راسي كيما نحوس على 90 دقيقه، وما الهضره الاخرى كاع زايده، حوس على 90 دقيقة، غادي نحوس عليها. إلا أنه من الممكن أن يقوم بالماضي ببعض التغييرات، خاصة بعد إرهاق الذي طرأ على اللاعبين، وين شنا لعبوا مقابلات، مقابلة مش حنا وصبحنا عايين، بالك أنا صبحت مدقدق، تحسب أنا نلعب، صبحت مريض من الناس، صبحت من ظهري من الكرعية يديا، تحسب باللي لعبنا، خاطش بلا ما تحس ضرب حيط، ضرب راس، أنا هنايا ما حسكاش ضربت، سناني زوج انقطعوا، ما تنجمش تحسب حرب، تحسب درت بوكس ولا ما عرفتش درت كاع. على هذيك نقولوا باللي لاعبين تعبوا، عندهم يومين ريحوهم، على بالنا بلي الطاقم الطبي والمحضر داروا كيما يقول لك خدموا خدمه غير ربي راه داري بها، خدمه غير ربي داري بها، كاين وسائل باش يعاودوا يردوا اللعابه، باش كاين وسائل سبحان الله. حنايا وين نتمنوا ان شاء الله بربي اللاعبين يكونوا في نهارهم برك، هذا مكان لاعبين يكونوا، وان شاء الله بربي جا كيسمو سفيان في غولي، صح ما دربش بصح حتى كان في العياده ياوي مع الطبيب منا محضر بدني صوالح بزاف صوالح ليكيبيرات باش يعاود يولي كلش، خاطش حنا نتمناو حافظ كيسموه سفيان فيغولي يكون بارمي لي 11، هذه اللي نتمناوها، خاطش عليها كيما يقول لك شاد جاب الكيلو للقنطار، إلا قلعت في غولي راه نقولوا لا في غولي ما لعبش راهو قنطار طاح. ونشوفوا حسب خاصة بعد الإرهاق الكبير عند اللاعبين، واللي ظهروا لعبوا 120 دقيقة، نيجيريا لعبت 90 دقيقة رابحة نهار، حنا لعبنا 120 دقيقة، عندنا يومين في يدينا برك، جمعة الخميس الحد هاكتو غادي نلعبو اليوم، وين سيكون ديلور وأدم الناس مرشحين للعب في التشكيلة الأساسية، وين بقوة في حال قام بالماضي ببعض التغييرات، خاطش على قادر ديلور يلعب في مكان في غولي، علاه نقولو بلي في قوة بدنية الفيزيك البنية الفيلوجية تاعه اللي تعاونه خاصة في الاحتكاك مع اللاعبين، أدملوا الناس بانيك يلعب في أي منصب في الهجوم،
ولات تنجم نشوفو بالك بونجاح يلعب، خاطر انا تبان لي بلي بونجاح هو اللي غادي يجيب لنا الفيكتوار. بونجاح هو اللي غادي يجيب الفيكتوار، راني عارف علاش راني نهضر، راني نشوف بلي بونجاح هو اللي غادي يماركي، هو اللي غادي يجيب لنا الربحه، خاطر نعرف بلي غادي يدخل البكاء اللي بكاه غادي يخلفها في نيجيريا. الا دخل ما نعرف كيما يقول لك الاخبار اللي كاينين والجماعه وكلش نقولوا بلي بالك غادي يدخل يلعب ان شاء الله بربي، نتمنوا يدخل يلعب وين نقولوا بلي نشوفوا الفرصه تاع الجيل ان شاء الله بربي تكون قويه، وين خاصه بعد الفوز على الكوت ديفوار شفنا كيفاش لعبوا ما لعبوش، وين المشكله كاينه، مشكله هي المنتخب، نقولوا بلي المنتخب ماذا بينا كوزاما نيجيريا تستصغر المنتخب الوطني الجزائري، ماذا بيا انا الريح ماذا بيا كيما هكا، لو كان زعما نشوفوا بلي نيجيريا يحقرونا كيما دخلت السنغال كونفيون دخلوا منا، وانايا نيجيريا كيفاش تلعب، نقول بلي نيجيريا تلعب مام اللعب جو تاع السنغال اللي ساعدنا حنايا، لعب مفتوح يلعبوا لك، لعب كره على روحك، ما تشوفش كيما الكوتيفوار كيما كنا نهضروا بلي كوتيفوار يتراجعوا لوراء ويلعبوا لي كونتر اتاك، والقوه البدنيه تاعهم والخشونه تاعهم في اللعب، شوف كيفاش كانوا يلعبوا يبلعوا ويلعبوا لي كونتر اتاك، خاطر على عندهم لي زاتاكو خفاف بزاف يجروا بالبالون ايبي نيترو بالبالون والجري تاعهم ويخلقوا مساحات في الجري تاعهم، كيما شنا زاها شنا بوني شنا كيفاش يخدموا مام نيجيريين، عندهم تشكيله مكتمله، ما عندهمش نقائص نيجيريا، ما عندهمش نقائص نيجيريا، اللي الفريق اللي عنده تشكيله مكتمله، حنا جمال بالماضي انا نشوفوا على بالنا بلي جمال بالماضي وين كيما نهار اللي كملت البارتيه قال لهم اليوم قال لهم نروح ندوش ونبدا في دراسه المنافس باش يكون على بالكم برك، خاطر علاه نقولوا بلي التشكيله اللي غادي يلعب بها بالماضي غير هو اللي راه عارفها، اليوم عشيه مين يشوفوا غير هو اللي راه عارفها، مكاش لا عارفها هو برك اللي راه يشوف فيها، حنا نهضروا ونقولوا باقي يدير ديلو تولي يدخل يدير زفير بالسبعيني بالعمري ماندي ما يخربش، وانا واحد من الزفان يعجبني، انا شفت قناه الهداف اللي حقها تسكت البارح يديروا طايحين على ماندي وطايحين على الزفان، طايحين على ماندي وطايحين على الزفان، انا شناهم البارح كيفاش، انا شنا البارح كيفاش طايحين عليهم، وين ان شاء الله بربي حنايا حسب شنا مواقع وراه مكشفه جهاز، وين شنا في موقع دروك كشف جهاز الطبي للمنتخب الجزائري عن جاهزية اللعاب الفريق الوطني سفيان فيغولي صانع ألعاب محاربي الصحراء لمباراة نيجيريا، ويستعد المنتخب الجزائري اليوم لمواجهة نيجيريا في النصف النهائي إن شاء الله، وأعلن المنتخب الوطني جاهزية فيغولي للمشاركة في مباراة الخضر اليوم أمام نصور نيجيريا، وين كيما نعرفوا ويفيغولي خرج من بليسي كاين لي بالي كاين، المهم يفوتنا هذه 90 دقيقه ان شاء الله تاع اليوم، وربي يدير الخير وان شاء الله يا ربي بنادم راه كيما هكا الله غالب كو جات في يدنا نقلبوهم حنا من الفوق كندوروهم ندوروا الاخر نخلو ذاك يماركي بصح الله غالب
هذه 90 دقيقة علينا وعليهم، وكما يقول لك اللي جات مرحبا بها، اللي جات مرحبا بها، ربحنا مرحبا، خسرنا رانا 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 فتنا كاع التوقعات. هذه هي تحية الجزائر، ونهديها للدوحي خويا زكريا، وفانيك يوسف سيد أحمد تعب السكرة، وربي يحفظكم، وتحية الجزائر.